الله هنرسم the upper central incisor. دي اول رسمة عندنا في السنة. نزلت قبلها الرسمة بتاعة ال upper canine لان دي اللي كانت جاهزة معايا وقتها. بس هنزل لكم بقية السنين ان شاء الله one by one. اول حاجة بنعملها في الدروينج بتاعتنا ان احنا بنقسم الجراف بيبر بتاعتي. لو جراف بيبر كبيرة زي اللي انا برسم عليها دي يبقى هعرف اقسمها ل 5 aspects. لو جراف بيبر صغيرة هقسمها ل 4 aspects. طيب زي ما احنا عارفين انه الرسمة دي upper central يعني الروت هيكون لفوق، فعلشان الروت هيكون لفوق هنرسم السيرفايكال لاين ناحية تحت شوية علشان ادي مساحة ان انا ارسم الروت الطويل لفوق والكراون الاقصر لتحت. دلوقتي هنيجي لخطوة ان احنا نحط خط منقط او ميد لاين دوتد في كل اسبكت، علشان الميد لاين ده هو اللي هحط على الناحيتين بتوعه الميجرمنتس بتاعة كل اسبكت من الاسبكت اللي انا هرسمها. بعد ما قسمنا الاسبكت حطينا الميد لاين، نبدا نعمل ليبلنج بقى للاسبكت بتاعتنا: ليبيال، لينجوال، ميزيال، ديستال اند انسايزل. زي ما هنعمل ليبلنج للاسبكت لازم كمان من الاول خالص بعمل ليبلنج للسيرفيسز، لان الليبيال اسبكت ده ليه ايه؟ ليه ناحيه ديستال وليه سايد ميزيال. فهنبدا نحط الليبلز من فوق: ديستال، بعد كده ميزيال، بعد كده ديستال. الميزيال ده هيبقى كومن لللينجوال والليبيال. ليه؟ لان الرسمه دايما بيكون الرسمه اللي جنبها ميرور ايمج يعني بنعكس السيرفيسز. هنا نفس الكلام في الميزيال والديستال: ليبيال وبعد كده لينجوال وبعد كده ليبيال. الانسايزال اسبكت بنحط له ليبلز مختلفه، كل ليبل هيبقى على السيرفيس بتاعه. هي دي الطريقه اللي احنا بنجهز بيها الجراف بيبر بتاعتنا علشان نبدا نحط عليها الميجرمنتس بتاعت اي سن عندنا. طيب دلوقتي جه الوقت ان احنا نحط الميجرمنتس بتاعت الروت لينكس والكراون لينكس. الروت لينكس بتاعنا هنا بتاع الابر سنترال انسايزر از 52. ال 52 دي هنحطها ازاي؟ 1 2 3 4 5 بوكسز، 5 سكويرز وخطين، تمام. هنحط نقطة عند ال 52 البوينت اللي احنا حطناها دي، وهنشد خط. الخط ده هيكون بتاع الروت لينكس، يعني الرسمة مش هينفع تعدي الخط ده. طيب الكراون لينكس مقاسه عندنا هنا كام؟ الكراون لينكس عندنا مقاسه 42. فهننزل نعد كام؟ 1 2 3 4 4 بوكسز و 2 مليمترز، 4 مربعات وخطين او شرطتين، وهنحط بوينت عشان نشد خط عند المكان ده، هيبقى هو ده المكان بتاع الكراون لينكس. كده دلوقتي نقدر نبدأ بالليبيال اسبكت. علشان نرسم الليبيال اسبكت بنستخدم مقاسات الواتس of the neck والواتس of the crown. الواتس of the neck هو المقاس اللي هنحطه على السيرفايكال لاين، والمقاس بتاعه 28. فلما نعمل له division by 2 هيبقى عندنا 14 و 14. فهنقيس على ناحيتين الميد لاين 14 and 14. ال 14 دي بنقيسها ازاي؟ يعني مربع ونص، باجي عند النص برجع 1 مليمتر، يعني بقيس 4 خطوط. طيب الwidth of the crown بقى هو الخط اللي بنحطه تحت على ال crown length line، وهيكون المقاس 17 و 17 لما بقسم الميجرمنت على الناحيتين. فيبقى كده المقاسات عندي تحت: الwidth of the crown 17 17، الwidth of the neck 14 و 14، وكده ناقص لنا نحط point عند ال apex of the root. وال apex of the root عندنا في ال upper central incisor centralized، ولا شفت الديستالي ولا ميزيالي على عكس اي اسنان هنقابلها بعد كده.
نبدأ نوصل بقى الأوتلاينز بتاعتنا. الأوتلاينز بتاعتنا مهمة جدا. إن أنا أول حاجة بعمل initial drawing، برسم أو بوصل النقط ببعض initially، مبدئيا كده ببدأ أوصل النقط بتاعتي ببعض، وبعد ما بوصلها لبعض ببدأ أبلاي الأناتومي والأوتلاينز اللي مكتوبة عندي في النظري على الدروينج بتاعتي العملي. زي ما انتوا شايفين وصلنا البوينتس ببعض خطوط ستريت. هبدأ بقى اجي على الانسايزر انجلز بتاعتي امسحها واعمل لها راونديشن. زي ما انا عارفة انا عندي this two incisor angle is a rounded angle، خلاص الاوتلاينز بتاعتي nearly straight في الديستل سايد. طيب في الميزيال incisor angle او الميزيو incisor angle is sharp. طب sharp ده يعني واقفة كده حاجة pointed؟ لا، بعمل لها برضو سنة roundation بس لازم تطلع 90 degrees. الروت outline بنطلع بيه بقى كون شيب من البوينتس بتاعت ال width of the neck اللي عندي للبوينت بتاعت ال apex of the root، شكله كون شيب، بتطلع tapering من النقط بتاعتي لحد فوق. تمام، برسمها بمنتهى السلاسة، بوصل بإيدي عادي جدا، وبعد كده برجع أعيد أو أمسح أي irregularities حصلت عندي في الأوتلاينز بقلم يكون سنه مش مبري خالص، يكون قلم سنه تخين علشان يقدر ما يعمليش irregularities وما يحفرش في الورقة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين الكون apex عندي رسمته blunt apex، مش حاجة pointed، يكون blunt يعني تلم، يعني حاجة عريضة مش حاجة شارب. والديستو انسايزر انجل باجي اعيد عليها تاني بالقلم التخين، بعمل لها راونديشن زيادة. نيجي بقى للسيرفايكال لاين، بننزل تقريبا 10 ملمتر من فوق وحط نقطتين هنا، 10 ملمتر دي يعني مربع، وابدأ ارسم الكيرف بتاع السيرفايكال لاين، برسمه على مرحلتين وبعد كده برجع امسح في النص واوصلهم ببعض عشان يبقى شكله كيرف، شكله ما فيهوش اي irregularities وسموث وطلع معايا شكله حلو. ده كده بالنسبه للاوتلاينز بتاعت الليبيال اسبكت. طيب برجع اعمل ايه بقى دلوقتي؟ برجع امسح كل اللاينز والميد لاينز والخطوط اللي عندي جوه الرسمه علشان ابدا احط الاناتومي بتاعتي. دلوقتي انا عايزه احط بقى elevations depressions على الرسمه بتاعتي، فعايزه انظف الرسمه من جوه، فبشيل كل اللاينز اللي عندي في الرسمه علشان ابدا احط الاناتومي بتاعتي. اول حاجه بعمل shading على السيرفايكال 1/3 علشان ده هيكون المكان بتاع الايه، بتاع السيرفايكال ريدج. وبنيجي تحت على الانسايزر 1/3 وبحط خطين يكون بعضهم عن بعض تقريبا يعني تلات تلات، زي ما اكون بقسم الجزء اللي تحت ده لتلات تلات، وانا بحب اظلل كده بايدي او بعمل زي تظليل كده بايدي عشان ما يبقاش باينه ان هي حاجه خطوط مرسومه، لا انا بحب تبان الرسمه ناتشرال شويه فبظللها كده. ونبدا نحط بقى الليبلز بتاعتنا. الليبلز بتاعتنا هنا هتكون سيرفايكال ريدج عند سيرفايكال 1/3، وعندنا تحت ال developmental grooves هيبقى واحد distal developmental groove، فبنحط له دي دي جي، و mesial developmental groove فهنحط له ام دي جي. دي الاختصارات بتاعة الجروفز. كده خلصنا الليبيال اسبكت، هي دي الاوتلاينز اللي بنرسمه بيها. نخش على اللينجوال اسبكت. اللينجوال اسبكت ما بيختلفش حاجه خالص عن الليبيال اسبكت، ما عدا ان احنا بس هنا بنعكس السيرفيسز، بنعكس الاتجاهات. هنا كان ده الميزيال كان هنا والديستال كان هنا، هنا هنعكس. فهنبدا نحط الميجرمنت بتاعتنا اللي هي كانت فوق 14 و14 وتحت 17 و17، ونوصل الاوتلاينز بتاعتنا زي ما عملنا بالظبط في الليبيال. هنوصل ازاي؟ خطين مستقيمين برسمهم بايدي، محدش يرسمهم بالمسطره. ونيجي بعد كده عند الانسايزر انجلز بمسح واعمل راونديشن عند الناحيه الديستال، ونعمل 90 degrees rounded angle برضو
عند الميزيال. طيب لما بنيجي نقولها يعني في النظري هي طبعا واحده شارب وواحده راوندد، بس ما ينفعش ارسم حاجه تبقى pointed 100% في اي رسمه ناتشرال خلاص. فاحنا بنعمل لها راونديشن بسيط خالص، بس لازم تبان ان دي شاربر ذان ذس، لان الميزيو انسايزال انجل الشارب وايل ذس تو انسايزال انجل از راوندد. شايفين ازاي باين ان دي راوندد وباين ان دي شارب؟ طبعا القلم لما بيكون معاك سنه تخين شويه بيساعدك ان انت تعمل راونديشن اسهل، ما يحفرش معاك في الرسمه وما يحفرش معاك في الورقه. القلم اللي انا بحب استخدمه يكون الـ الـ السن بتاعه يعني بي اتش بي او بي، الاقل من كده بيكون خفيف قوي فمش بيبين الديتيلز بتاعت الرسمه. نبدا نطلع بقى بالروت اوت لاين. زي ما قلنا كون شيب بيطلع with a blunt apex، بنطلع بيه من البوينتس بتاعت ال width of the neck. tapering حاجة انسيابية طالعة tapering بتضيق كل ما بتقرب من الابكس. برسمه initially وبرضو برجع اعيد عليه تاني بالقلم التخين بتاعي او كل ما سن القلم يكون تخين كل ما بيطلع معاك الرسمة شكلها احسن والديتيلز بتاعتها بتكون احسن، ومش بيبين التعريجات اللي بتطلع مع الواحد وهو بيرسم، بيداري على عيوب كتير في الرسمة. تمام كده خلصنا الاوت لاين بتاع الرسمة تقريبا. هنيجي بقى ايه نرسم السيرفايكال لاين. زي ما اتفقنا بننزل 10 مليمترز ونرسم الكيرف بتاع السيرفايكال لاين. الابكس بتاع الكيرف هيكون عند الخط بتاع السيرفايكال لاين، يعني عند الخط اللي في النص اللي احنا بنرسم عليه الميجرمنتس بتاعه الكراون. تمام المفروض لما يكونوا رسمتين جنب بعض كده تحس ان دي ميرور ايمج، دي يعني دي زي ما تكون واقفه قدام المرايه قدام دي. تمام طيب دلوقتي علشان نرسم بقى السينجولام ونرسم الاناتومي بتاعت اللينجوال سيرفيس لازم امسح الخطوط اللي جوه الرسمه وبعد كده ابدا احط الاناتومي بتاعتي. هنرسم سيمي سيركل كده تحت الانسايز الوان ثيرد بالشكل ده، وننزل منها نرسم خطين بارالل الاوت لاينز بره، يعني موازيين للخطوط اللي عندي اللي بره. طيب الخطوط اللي بره اللي عندي دي هتكون عامله لي ايه الريدجز. طيب عندنا الجزء اللي فوق ده هو السنجلم اللي انا بظلل عليه دلوقتي، ده هو الاليفيشن اللي اسمه سنجلم. عندنا بعد كده الاليفيشنز اللي في الجنب هيبقى واحد اسمه ميزيال مارجن ريدج، واحد اسمه ديستال مارجن ريدج، وواحد اسمه انسايزر ريدج هو اللي تحت خالص. الناحية التانية هيبقى distal marginal ridge. زي ما انتوا شايفين بنبعد عن الاوت لاين ونرسم الخطوط بتاعت الميزيال مارجنال ريدج والديستال مارجنال ريدج والانسايدر ريدج تقريبا 4 مليمترز عن الاوت لاينز، يعني بنبعد من الحدود بتاعت الرسمة بتاعتي تقريبا 4 مليمترز لجوه. طيب الكلام ده كله بيحدد لي ايه في النص اللينجوال فوس، يعني في النص ما بين الحاجات دي كلها هيبقى في عندي اللينجوال فوس. وبكده نكون خلصنا التو اسبيكتس الليبيال واللينجوال. علشان تشوفوا بقية الرسمة جو واتش بارت 2.